فالكريسماس بالنسبه لنا عباره عن موسم ان احنا بنبقى يعني موسم انبساط, موسم تجمع. احنا ما بنوصلهاش من معنى ديني قد ما هي حاجه ثقافيه العالم كله بيعملها, بكل الاديان بيعملوها. الشجره كريسماس بالنسبه لي يعني الاوكيجن, ناس كلها والشوارع وبره منوره والناس مبسوطه وكده, فمالهاش دعوه بدين اكتر ما لها دعوه ان هي حاجه بتفرح الناس مش اكتر. يعني Thank you.